قرية مهجورة وبيوت موحشة يسودها صمت مخيف، رحل عنها سكانها فبقيت وحيدة تحت رحمة براثن الصحراء الزاحفة. أساطير وقصص مرعبة تناقلتها الأجيال عنها، أضحت معها أسطورة في الغموض. ترى ما قصة القرية المدفونة أو قرية الجن والأشباح؟ على بعد 60 كيلومترا عن مدينة دبي ونحو 50 كيلومترا عن مدينة الشارقة تقع قرية الغريفة أو المدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ترجع تسمية القرية إلى اسم منطقة المدام التي كان يطلق عليها سيح الغريف. قديماً سكنت القرية قبيلة الكتبي، وهي إحدى القبائل الثلاث التي برزت خلال الفترة وظلت فيها من عام 1980 وحتى عام 1994. لذلك يقال إن القرية كانت جزءاً من مشروع سكني في 70s و 80s القرن الماضي، وهو ما تظهره الأعمدة الإسمنتية وطلاء الجدران الذي ما زال صامداً رغم مرور أكثر من عقد من الزمن. تتألف البلدة من صفين من المنازل المتطابقة ومسجد لم تدخله الرمال وظل على حاله حتى يومنا هذا. مسافة صغيرة تفصل القرية المهجورة عن مدينتين صاخبتين تضج فيهما الحياة بمظاهر مختلفة لم يكن لسكان البلدة المدفونة نصيب منها. اشتهر سكان القرية بالصيد وزراعة الأشجار، إلا أنهم ومن دون سابق إنذار هجروها وتركوها خاوية تزحف عليها الرمال بلا شفقة. صراع شرس بين الطبيعة والبشر انتصرت فيه الطبيعة. بحر من الرمال زحف عبر الأبواب والنوافذ، فرضت بموجبه الصحراء سيطرتها على أرجاء القرية وكأنها أطلال عاد وثمود. غمرت الرمال الساحات وقطع الأثاث تركة منازل مهجورة، غطت الرمال نصفها وأزقة مقفرة. أثارت تلك الأطلال العديد من الأساطير والروايات المرعبة حول سبب هجر الأهالي للقرية بهذه السرعة وتركهم ممتلكاتهم متناثرة هنا وهناك. يحكي الأجداد أن قوة غيبية في الصحراء لا ترحب بالسكان، تدفع تلك القوة الرمال لغزو المنازل مما يجعل العيش أمرا محال. رواية غامضة تناقلها البعض جاء فيها أن القرية تسكنها أشباح دفعت السكان إلى هجر منازلهم فجأة. أسطورة محلية أرجعت سبب رحيل السكان إلى انتشار مخلوقات الجن الشريرة، أرعبت الأهالي ودفعتهم إلى هجر بيوتهم. أما الأسطورة الأكثر رعباً تتعلق بجنية حسناء تدعى أم دويس، امرأة بعيني قطة وقدمي حمار ويداها زوجان من المناجل. تضع الجنية عطورا جذابة وتسير في الطرقات لاستدراج الرجال ومن ثم تقتلهم ببشاعة. في المقابل يرى المحليون أن عاصفة رملية هوجاء اجتاحت المنطقة عام 1995 جعلت أهلها يتركونها إلى مناطق أحدث وأكثر استقرارا. وبالرغم من خلو القرية من أي فرد يسكنها ليروي حكايتها، أصبحت وجهة تستقطب المغامرين الباحثين عن الإثارة والتشويق. بين رواية القوى الخارقة للطبيعة وأسطورة الجن والأشباح يحيط الغموض بلغز القرية المهجورة. ترى ماذا حدث في قرية المدام؟ وما الذي دفع سكانها إلى هجرها دون سابق إنذار؟